السبب ديال هاد الوقفه الاحتجاجيه السلميه بدون ضرب ولا شتم اننا يعاودوا النظر في داكشي اللي قالوا في القرارات. كنطلبوا من بن موسى انه يعاود النظر في هادشي اللي كيقول، حيت حنا راه مضرورين بزاف انك تجي من بلد اخر وتكري هنا وما كتعرف حتى حد شي هنا، ويجي شي واحد في ليله ونهار داكشي اللي درتي قصاه لك ان الشواهد غتقصى، واش غنديروا بهم بالشواهد؟ وحنا اليوم جينا حدا الاكاديميه اننا كنطالبوا ان يعاودوا هذا النظر في هذا الشيء، يعاودوا حيت هذا الشيء عيب وعار، راه محتقرين، الشعب محقور هنا، محقور مسكين، ما عنده ما يدير، كل نهار كنتقاتلوا في الشتاء كنتقاتلوا في الصيف، وفي الاخر يقول لك شي حد راه الاجازه ديالك ما صالحهاش، راه هذا الشيء راه عيب وعار علينا، وكنطلبوا منهم ومن الله ان هذا القرار انه يتحيد، راه مضرورين بزاف مضرورين، وحنا راه دائما ودائما ودائما ماشي غير هاد المره اللي غنوقفوا، راه غنجيو اليوم وما بدلش غنجيو بعد حتى هاد القرار انه يتحيد. حنا دائما الثالث والرابع وباقي غنتواصلوا، لا الثالث لا الرابع لا الخامس ما غنوقفوش، حتى حاجه ما غتوقفنا، لا الشتاء لا الصيف لا حتى حاجه، حنا دائما غنبقاو في النضال وغنقطعوا على الدراسه، اذا كانوا الشواهد ما صالحينش علاش غندرسوا اصلا؟ اش عندنا كاع بالدراسه غنديروا بها؟ الرساله ديالي للوزير انه يشوف من حالنا، الشتاء والبرد وحنا جايين باش نضاربوا ونتقاتلوا، كنطلبوا من الوزير ولا سميته، هو ما قراش ولادو عندنا، ما قراش ولادو قراو في باريس، قراو ما عرفت شنو، وحنا اللي قاريين عند المخزن كيجيبوا كيقصوا لك داك الشيء، راه حنا مضرورين بزاف وكنطلبوا منهم انهم يعاودوا هذا القرار، وغنبقى مناضله الى الابد. المهم طلبه كليه الاداب وعلوم انسانيه بالمسيك كيحتاجوا امام الاكاديميه الجهويه للتربيه والتكوين تعارضا للقرار اللي خرجته الوزاره ديال الانتقاء الاولي وفرض 30 سنه للولوج الى سلك التربيه والتكوين. الطلبه كلهم رافضين هذا القرار الجديد، لان الطلبه كلهم الاغلبيه ما مناسبش لهم، حيت هما مثلا كتلقاهم العمر ديالهم كبير، مثلا 35 25 عام 27 عام، امتى غادي يسال هاد الاجازه؟ ملي غادي يسال الاجازه غيلقى راسو عنده 21 عام، اذا ما غادي يدير بها والو، غيخليها في الدار. داكشي علاش بنادم دابا تحطم، وانا دابا راه جيت متحم من الديره، متحم من الدراري، جا من الصويره، كاين اللي جا من بزاف ديال البلايص باش يقراو في كازا ويقراو في الجامعه، حيت هي الباب الوحيد اللي عندهم. والصراحه راه هادشي دابا حنايا دابا كنا كنقراو ما بينا ما علينا، تخرج القرار بان راه خص الانتقاء، وانا جايب مثلا الباك مقبول، جايب باك ب 11، وهما كيقولوا مثلا خصك مثلا تجيب الباك بواحد الميزه حسنه ما جبتوش، اذا ما غادير والو غير كتضيع الوقت في الجامعه وصافي. خويا حنا جينا نهار اثنين ناضلنا ونهار ثلاث خويا نهار اثنين جينا ناضلنا ونهار ثلاث، واليوم وغنبقاو ديما ناضلوا تيتحققوا المطالب ديالنا، لحقاش ما جاتش واحد تيقرا تا كيقرا وكيجلس في الدار، حامل شهاده ديالو شهاده كيف ما كانش وكيجلس في الدار البطاله، اش حنايا نبقاو نقراو؟ علاش نبقاو نقراو مني غتكون مني غيخرج ديما قرار بحال هكا؟ خاص تقاد لينا حنايا حياتنا، واي واحد هذاك الوزير خرج هذا القرار ولدو راه ما كيقراش في المخزن بحالنا وما كيطبقش عليه هذا القرار اللي تقرا، حيت هو راه خدام ضمون للمستقبل ديالو، وحنايا المستقبل ديالنا اللي غيضيع، المستقبل ديالنا غيضيع في هذه البلاد بسبب هاد القرارات اللي كيخرجوا اللي ما مدروساش نهائيا، ما عندها لا اساس لا راس، كيجيو كيخرجوا قرار، هرسونا داكشي كامل اللي كنا كنطمحوا نوصلوا ليه، داكشي اللي كنا باغيين نوصلوا ليه بحال هرسونا، ما يمكنش دابا غنكملوا القرايه وحنا راه عارفين ان الشهاده ما غتنفعنا بوالو، التعليم اللي كنا كنطمحوا فيه دابا شتي القرار اللي خرج فيه، شنو غنديروا في نظرك؟ والو، الشهاده ديالك غتجلس تحداك في الدار ما غدير بها والو، يشوف من حالنا ويقاد لينا هذا الوضع، وهذا القرار اللي خرج راه والو ما كيحمل حتى شي رساله وحتى شي منفعه علينا، خاصو يقاد اموره اصلا تيعالجها باش يلوح. الشعب يريد اصلاح الانتقال، الشعب يريد اصلاح القرار.
اشترك الآن في قناة أشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.